غازي ظالم كردن عالم. ناحية نابطلي يتألف من 12 ل 15 ألف نسمة وتابع لها 46 قرية ما يقارب 50-60 ألف. تاريخ نابطلي منذ حسب تاريخ أجدادنا حكولنا إنه منذ 700 سنة، وتاريخ قدومهم إجوا من ملاطيا من قونيا من مراش، يعني من هالبلدان إجوا وتلفوا وعمروا بلد. نحن أهالي قرية طعبطلي أهل النخوة أهل العادات والتقاليد، ونحترم كل الشعوب وكل العالم وكل عادات التقاليد على عيننا وعلى رأسنا، ونحترم أخوان المهاجرين، وفي تبادل زيارات وفي مناسبات وفاة أعراس بكافة المناسبات.